شلتني وبدقيت عليه، صاير مهندس ما يجاوبني. الرجال من الصبح رايح للشغل، جا ولقيته مثل بعض الناس عطاله بطاله وقاعده. عليها الحكي، هذا سمينا شغل؟ سمينا شغل هذا؟ شوفي النسوان ونصت ريالها، ويا لا تجيز تليفوني الف نوبه قلت لك. وبروح انا قوه مقزر بيك. وانا ما نايم غصره وياك. كل وقتك هاي لومتك وهذا حكيك. تعودت على هاي، تعودت على غوانة الصبح وطلايبها. قبل لا سهم خلنا اقول لك، ثلاجة. ثلاجة خربانة هاي صار لها مدة. هسا لو تشتري لنا وحيدة جديدة، لو تروح تجيب لها واحد يصلحها. بس قولي لي انا الموديل التردينة شنو هو؟ اكو صفر وحمر وخضر، بابين باب واحد، شنو تشتهي من نوع ثلاجة؟ بس امري. شوف شوف يما شلون يتكنى علي ويمسخر لي. هاي بكان لا يقللني ويحكي كلام حلو. وانت شو تقولي؟ هذا احمد جارنا العائل. قال لي ما تبدل ثلاجتكم يا ثلاجتنا. قلت له ايش بيها؟ ايش خيرها خراب؟ قال لا ابويا خاليه، حطي ايديك بالقاع قولي يا الله. استغفر الله. يما احنا عيزنا وتعبنا من هذا الحكي. هذا الحكي ماخوذ خير. قوم 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 روح لبيت الهاشه، روح لها. قوم 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 روح بويا. قوم روح روح لا تضل روح. هان عائلك لبسه يما، نعالي لبسه. تعالي انا اي روح. هسه انت من الصبح تدق على كمال، شو تريد منه؟ ماكو، تعد شغله ويرتاح ديوانيته. ان شاء الله خير. خير والله. اريد ابيع الهاش. وهذا الفرق خطيه، شو تقول له؟ صلاح اقول له اشتري لك سيكل لعبه شي وعدي. وليش تلوعه؟ قلنا بتوعده بشي اللي انت قادر عليه. اقدر وكل شيء اسوي، بس انت سكتي. نوب هاي الهايشة هدية أمي الله يرحمها وهاديتها الصلاح. مو أمك هاديتني نساف، هي هاديتني هايشة وعوية ويربة. وشلون حالتها؟ بويا خليني وقت الضيج كل شيء ينباع، أريد أبيعها واشتري ستوتة. هنوب ستوتة النوب شنو؟ موتر بي ثلاث تواير. وش تفيدنا هاي الموتر؟ بالله قلي بويا الموتر أحسن من وايد أشغال. باع المصانع والشركات دير دوارنا الموتر هذا، ناخذ به ثلاجة مكيف زوالي. انت حس هاي النخل احنا في الالي بيه ما ولا، والماي ضعف وراح من الشطوط، باكر النخل هذا هم يموت ويطلعونا على غل عندنا شغلة. هاي الشغال كلها الا الموتر. اي انت بعد فكينا، انت قد لازقة بالموتر. هاي الهويشة ساترة علينا، هي غميسنا. ليش تبيحه؟ شوفوا يا بنت الوادم، هذا ابو مهدي جارنا عنده هايشه وتحلب احسن من هايشتنا، ذاك يوم طقت وماتت. الموت قسمه ونصيب، ما هو زين عليك ايش تحكي، وهذا الشيء كله بيد الله. انا عارف الله وادري بكل شيء وباوع لحالتنا، انا خلي اقوم اروح احسن لي. والله ما خليك تبيع الهايشه ولا شيء. اوه سيبيت هايشه هديت امي الله يرحمها وهدتها بصلاح. ما يخالف، قد تفيدك هدية امك. اكو واحد باع الهدية. انا ابيعها. هسه وين رايح؟ تعال تريد. شبعت من حكي، راح اتريق غير مكان. لا 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 لا. I'm gonna go to the hospital.
كمال، خير كمال؟ ها خير. طاح صبغ ال بطاح صبغ الكاشي بسك، ايش قد تفرك؟ ما عيزت؟ ما عليش، انا عارف اسوي شغله. عارف اسوي شغله؟ معلم انت دائما كون يكربون عليك. تعالي تهم كل شيء ما بحصل. ها؟ شو تقولين؟ لا ما اقول شيء. بدال هالوقفه روح اسوي شغلك. زين زين خوش. يا عنكبوت، طب خوش تعرفيها؟ تدري وين وعدنا تبني بيتك وتخلي تعبك؟ مخك احسن من عدنا يشتغل. وانا ايش حصلت من هذا البيت؟ بس التعب والكرب علي والغسل والنفخ كل شيء ماكو. هذا تعبك ضيعت. يعني يدمر مستقبلي. شهادة يردنيون هي والأولاد. يعني ياهو ياهو. وين أدري أنا؟ حسب الظاهر كلهم. مو قالت لي نظفوا الدور كلهم. شو هاي المدة كلها لا سئلة ولا إية ولا قالوا شن هنا قصكم؟ زايدكم؟ مش محتاجين؟ مش تردون؟ هسه فرد نوب عقب موتة أبو حافظ. كلهم يردنيون. بيتهم ويردنيون. إحنا شو خصنا؟ ها ما تقولي لي شو خصنا؟ مو بالمثل يقول لو ما تحط حصك بشي ما يخصك تظل كل وقتك ورا الناس وتصفق بيدك كل شي ما نحصل. هسه فيني هذا ما هو نظيف وهذا ما كافته والبيت مطشر. سانا ما عندي حظ عشان اشوفي هاي الوادي. ريال هنت عين على حلوكي. اشتردن اش ناقص شن زايد شن؟ وانا كل شيء ماكو. تهي بس بالنظافه يم تريد ترقى وتصير حالي حال النسوان وريال يتعاين على حلوك اشتردن وشطلبن. ويه قولي الحمد لله والشكر احسن من هالبكان الحوشين. ادري هذا البكان عباره ملك ابوي، عباره بيتنا. المهم احنا عايشين عيشه هنيه الحمد لله والشكر. زين هسه شلون نظلين قاعده؟ لا هذا منظف ثاني، رايح انظف الدور اللي فوق بس يب وراي المكناسه. اوك بس شوفي اخلو ياس الحرمه، الحرمه للدور. زين ان شاء الله. كم يوم تظلون هناك؟ لابد وايد وناسه ها؟ انا هم كنت احبي وياكم بس قاعد نمشي ويا اهلي للغريه واهلي ما يرضون اي وياك. الو ها الو صوتك يقطع ما كنيت حاكي من ماما يا وشان صاحبي من المدرسه. شو يقول لك صاحبك؟ المدرسه طالعتهم برا. بعد ايش قال لك؟ ليش ما خليتوني اروح انا وياهم؟ ماما أبوك ما هو ويانا، ما هو هنا، وحتى لو كان موجود ما كان يقبل أنت تروح. طرق خطرة يمه ما يتأمنه. شلون خليك تروح لوحدك؟ خوشا هذا مو طريق، بس اللي أنا يصير طريق خطر. صحباني كلهم قاعد يمشون متونسين. ماما حبيبي، إحنا بدنا تروح تتونس ويا ربعك، بس ما يصير. خاف عليك. إن شاء الله من تكبر راح نخليك. ديك الساعة تروح وتتونس. أبوي متى يرجع؟ نخلص شغله راح يرجع. ليش ما أخذنا وياه للسفر؟ بعد كم يوم يرجع؟ أنا مشتغلة.
ماما حبيبي أبوك راح على مود شغلة مهمة، ما راح يتونس. إن شاء الله من يرجع سويا رايحين نسافر. زين؟ ليش من اتصله موبايل طافي؟ أنا مشتاقلة، أحب أسمع صوته، أحب أشوف فنه. روح لك فدوى، هو البابا هم وايد مشتاقلك. كم مرة اتصل راد يكلمك بس أنت شنت نايم؟ ما قدرني نسيت التصليل لي نحكي وياه. ما يصير ماما، ملتي مشغول بالشغل هو وما هو بطران كل شوية اتصل له. هنا هم كان ملتي بس كان يجاوب تليفونه. ماما عديد انت شقد تلح فوق راسي؟ ألف مرة قلت لك أبوك رايح علشان شغلة مهمة، أصلا ما يقدر ياخذ موبايله وياه. شلون بالله؟ أنا ترى الفيني كافيني، ها ما لي خلق أديب. ما يصير سيلون السؤال ألف مرة. وين أبوي وين أبوي؟ أديب ماما أديب، يلا سامحني أنا أي مدة ما أدفش خيرني، ما أقدر أسيطر على حسابي، ماما تعبانة شوي. أوعدك ماما كلهن كم يوم والبابا راح يرجع إن شاء الله. أديب يلا قل سامحني بعد، والله يا وزعلان. يلا ضحك ولدي، يلا خلص نمشي. كون تتونس النهار ريحة الحمل الموجودة. الله صل على محمد وعلى محمد. مين متخيل الله ورسوله بهداي؟ لا انحسد حافظ. لا مولاتها وتريتي إلا شكي. يا الله بس كل لا تضرنا بشيء. أنا شرايدة الله يسر إن شاء الله. هل قد تأذوني انتم ليش؟ اخ انا فوق ظيمي. خاموي شوف ايش سويت النوم لعوسيت اخر التهي بي منانب. يا ظيم يا ظيم التهي.
قد عزيزه عندهم حافظ؟ اقول لك طاحت من ايدي خوش اسوي؟ هسه ما صاير شيء، خارجها بس جامه. شلون ما صار شيء؟ وهذا الدم اللي عليها شلون ينمحي؟ ينمسح بالماي، هسه انا دفنها صار. يا ماي هذا دم ما ينمحي. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران‌های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق‌های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. ليش هاي هيجي؟ هذا الجو الحلو وين التراب؟ بعدين هذا التراب كله املاح معدنية ترى. خليك كشخة يا عمري، والله سوالفك يضحكين، يا املاح معدنية هي ترابة ومقلوبة قلب. انت ادعي بس احنا نفوز بهذا الورث وناخذه. احسن سيارة حركتش. هاي الوصية اللي ابوكم موصيها، احنا ما نفوز. بالسلامة لو واحد من اخوانك لو هاي هالة خبلة. شوفي أنا أوعدك اعتبري من هسه أنت راكبة أحسن سيارة، بس مو يومين تجيني أنوار جرموني. ديري بالك من شرطة المرور، ديري بالك. أنت هسه اشتري لي السيارة، أنا وعدك لا أنجرم ولا شيء. صباح بصراحة أقول لك فرشي، أنا أكثر خوفي من سهام مو من منير. هاي الحوتة من يوم اللي دخلت بهذا البيت زين لعبت، يعني سوت فرد شغلات عجيبة. تذكرين هي واخوها ايش كان عندهم؟ كانوا الفقر لا فيهم وكل شيء ما عندهم، او هذا منير اخي يا ما عنده قلب سوى سوايات يصرف من حلال ابوي عليهم. السهم صاحبي ابشرك بغياب منير حالك يا طروسها ترى عاليمين على الورد. حبتي حبتي اللي انسجن منير اي بعد شدي يا رب ما يخلي شيء ما يخلي فرد حساب بدون عقاب. الحمد لله والشكر. واحنا تدري هم شنو؟ حالفنا الحظ ومنير انحبس كافيا هم ما ينقدر عليهم موليا ولا لا يدور عليها. قلت ابو حافظ يحبها يسوي لهم قهوه قبل لا يوم. أنا متأكدة هاي الصورة شايفتها بمكان بس وين؟ لازم أفهم هاي الصورة منين جاية؟ المين؟ كوني تفطنيت. هاي الصورة شفتها أنا عدة خد كمان. إي
انا يا يشرب شاي تشوفك انت تعبانه. هسه شو مسويت لك الشربت هي هالاستكانه الشاي. الله يساعدك. هلا خيي عيني شلونك؟ الحمد لله زينه. اقول لك انا اشوف البيت فاهي، وين صلاح؟ على قاش تبع طلع. انا جيت لك الصبح من النخل ما شفتك. شاحي شو صاير عليك؟ من تلاقيت لي؟ يعني يا دين هضيع مضيع. هي انت شوي ارتاح ودام اشوفك. والله خلي شدك. شو صاير؟ هاي مدة صار لي. ابو صلاح يلف على بيحت الهاشي. وتدرين لي هاي غميسنا. والمن يريد يبيعها؟ وقري. انا ادري المن يريد يبيعها حتى جايب له سالفة جديدة. يقول بدي اشتري ستوتة. ما ادري هاي يقول لها ثلاث تواير. ما ادري شنو. هاي بخي يا بنا ايش صاير عليكم؟ خير الله. خلي يشتري كان شي يصير انه بدال هاي شي يشتري هاي شنية. خي هو احنا عندنا هي بس هاي الهاشي. القاع باعها. النخل باعها. هو ضل شي عندنا. خي لا تدوخي روحي شوف هاي السوالف عيني خير ان شاء الله تلاقين الخير. ان شاء الله خير شوف حتى التلوة. ما نشتش على كمال. كمال شلونه؟ كمال حمزة. من غفشة الله قعدنا وقاعدين نكف ونغسل ونمسح ونكنيس. تعبنا. قلت له انا رايحه مره بسليمه ماني مرتاحه شويه اروح اشوف وانها وافتره. خير ان شاء الله ان شاء الله. شنو حافظوا ولاتها يردون لي هم الله معي. والله يرحم ابو حافظ خوش كان انسان كان فقيره. مو هسه هم مكسورين على ابو حافظ حتى الله يرحم ابو حافظ يعني يتونسون. طيونه فاضيلهم عزيز ويعني شوي يتونسون ويرتاحون. ام صلاح انا قلت هم جايين بس يتونسون ما لهم غرض بي اصلا. هم هاي ام حافظ ان شاء الله هم ما راح تغصر وياك. ام حافظ شفتي ما شعلوا مغصر وياك ان شاء الله هم ام حافظ فيها الخير. تعبت ولا لخلق العفسة ولا الهوسة وانت تدرين بيه مني إيان شنايل وشايلات تخشومن وما يتحاكن. خيه شخيه توسف عليك ما يهمتك هيك. خيه ما يهمهن كل الحبابات وحلوة. طرها حلمت بأمي. حلم خير إن شاء الله. حلمت شن أمي لا هي مريضة ولا بيها شي سالمة. وش حلاتها ويها منور. خيه كانت طيبة هي. ولابسة هدوم البيض وتفتر بالنخل. ش حلوة مشيتها. والنخل كله خضر ويلمع. يا ريت والله انا وياها ماشي ولا ظل هنا على الضيم والظلام. يقولها خير بعدك. السمك يلعب بالماي وانا شفتها من بعيد هي عينت له وابتسمت. صحت عليها قلت لها يما يما. ضحكت وراحت ما رضت تاخذني وياها. خي الله يرحمها ان شاء الله حلم خير هذا. ان شاء الله, إن شاء الله بشارة خير هذا. الباب دقوا خلنا نشوف يا هو يتخيل خاف صلاح الجو. اي بالله خلنا نشوف انا يا هو. بابا فاطمة شوفي ياهو بالباب قاعد يقول الباب. صباح الخير يا دي مهيوب. صبحك الله بالخير بابا. شوفي ياهو بالباب. عليكم السلام. شوكم زيني؟ الحمد لله. قال مهيوب موجود؟ نعم موجود. تفضل. قولي لأبو حسن رحم الوالد. تفضل. هلا أبو حسن تفضل داخل. أهلا وسهلا حياك حياك. السلام
السلام عليكم. يا حي الله ابو حسن. يا الله يا الله. اهلا وسهلا. حياك الله. شلون احوالك؟ شلونك زين؟ صحتك عافيتك؟ الله يسلمك. اخوانك شلونهم؟ الاهالي كلهم هناك زين. الله يسلمك حبيبي. يا دو ما تامر شي؟ روحي قل لامك خلي تسوي لنا ريوق. ابو حسن عندنا ضيف علينا عزيز هذا. لا رحم الوالدك انا متريق ومكفي الله شاهد. لا يبا هذا البيت بيتك ابو حسن. هذا الحكي شنو؟ رحم الله والديك الله يعمر البيت واهله. انا بخدمتك الله يحفظك. بس انا الحقيقه جيت لك على هاي المشكله مع الجماعه الظاهر دو صارت عندهم المشكله هاي وما احتلت هاي المشكله هاي الكباريه كلها شلون ما حليتوها؟ والله والنعم منهم الكباريه. نعم. كلهم راحوا لهم بس. نعم. الظاهر يقولون الا زاهر مهيوب يقعد هنا وتحت على يدك ان شاء الله. انا بخدمتكم. طال عمرك. تامرون امر. انا هم الجماعه عندهم فضل علي كبير. وان شاء الله انا بخدمتهم. وانت بعد لا تزعم هذا الدرب كله تي، بس تتصل تلي على قعده واتصل بي تليفون انا اير خدمتكم. رحم الله والديك، انت صاحب فضل. انا بخدمتكم. انت لك مواقف كبيره. انا بخدمتكم. انا شيخ وكفو. ان شاء الله. بس انت اتصل علي تليفون انا بالسياره لخدمتك. انا بخدمتك. نعم الله ان شاء الله. ان شاء الله قل لهم هاي المشكله محلوله. ان شاء الله. وانا خلص لك لا رحم الوالدك لا صوب شاي. ليش؟ انا بدمشي من جماعه برا وقاعد يتانوني وما زحمت شاي ما نعم الله عليك. قل لهم المشكله محلوله ان شاء الله. ان شاء الله اول حبيبي. الله يا اهلا وسهلا. ما تامر نمشي؟ لا سلامتك. رحم الله والدك. نعم الله عليك. يا مالله. حياك الله. يا مالله. حبيبي سلم سلم على اخوتك. الله يسلمك الله يحفظك. اهلا وسهلا. امسحي حروف الألم واكتب أمل وامسحي دموع الحزن من الشمل امسحي حروف الألم واكتب أمل وامسحي دموع الحزن من الشمل صوتك انت لازم تنسمع صير النبها وني بوسط المغيب علي صوتك انت لازم تنسمع علي صوتك انت لازم تنسمع تعطيها حياة صير موتتها غفور تنشلح الوردة من تسقيها تعطيها حياة صير موتتها غفور تنشلح نخلوات